نجاحات بعض المؤسسات الثقافية والفنية في تحريك المياه الراكدة وخلق استراتيجية ورؤية جديدة للعمل وفقها لتحقيق الغاية المرجوة من تأسيس هذه المؤسسات والجمعيات الثقافية لتقريب وجهات النظر وخلق جيل ثقافي متميز وتعزيز الأواصر وخلق جسور مشتركة للتبادل الفكري والمعرفي بين الثقافات بين البلدان وباختلاف ثقافاتها. نعم، تعددت المؤسسات الثقافية واختلفت أدوارها وتعددت أنشطتها وأضحت تتنافس في أعداد البرامج والفعاليات المختلفة لجذب المثقفين والمهتمين من كل مكان، وتظهر أهمية هذه المؤسسات في العمل على خلق مناخ ثقافي يحدث تفاعل ثقافي حقيقي يلتقي على بساطته المبدعون والمثقفون من كل شعبة ووجهة يتناقشون فيه بمختلف القضايا الفكرية والثقافية والاجتماعية. كما وضعت اهتمامها في رعاية المواهب الفنية والثقافية. لنستعرض كل هذا الحديث وخفاياه مع الضيف الكريم محمد الفيصل، مدير أعلام مؤسسة عشتار للثقافة والفنون والناطق الرسمي. مساء الخير ومساء العافية. مساء الخير، تحية لكم ولمشاهدي قناة زكروس الفضائية، شكرا لكم حقيقة هذه الاستضافة. مساء الخير والعافية عليك أستاذ. أستاذ، بداية أريد أن نتعرف على نتائج هذه المهرجان الذي يقيم، هل هي كانت راضية أم مرضية بالنسبة لكم؟ ونتائج الشباب اللي شاركوا كانوا بأعمار جدا صغيرة يعني. شكرا، نجدد التحية. طبعا أنا حضرت لهذه القناة لأنقل لكم تحيات وأمنيات لكم بالنجاح والألق إن شاء الله الدائم من قبل القائمين على هذه المؤسسة، ومنهم رئيس هذه المؤسسة الأستاذ باقر نعمة علوان. سأجيب من حيث انتهيت حضرتك من أن رعاية الموهوبين عملية صعبة، لا تعتقد أو تتصور من أن هذه رعاية وهذا الاهتمام أو هكذا مهرجانات أو هكذا ملتقيات تأتي بسهولة. طبعا من حيث أن البيئة العراقية اليوم كما هي بيئات العالم الأخرى، لكن مع فارق التشبيه، تشهد نوعا من التجميد في الحركة أو نوعا من الشلل في النشاطات الأخرى، نوعا من يعني المحدودية في العمل بسبب جائحة كورونا وبسبب الضائقة الاقتصادية التي تمر بالعالم أجمع ومنها العراق الذي يتأثر بمحيطه الإقليمي والدولي. إقامة مهرجانات أو ملتقيات أو معارض للموهوبين عملية صعبة كما استفدت قبل لحظات، وبالتالي رعاية أو يعني الاهتمام بمثل هكذا شريحة يعني يمثل نوع من الانطلاقة الجديدة في العراق. أنا لا أنكر وجود بعض النشاطات، لكن هذه النشاطات تكاد تكون محدودة. يعني قبل كان عندنا بالتسعينات وحتى في نهاية الثمانينات يعني تقريبا أتذكر كان عندنا برنامج المرسم الصغير الأستاذ خالد رحمه الله، وهذا البرنامج بالحقيقة كان يعني أنا أعتقد كان يدار بجهود ذاتية وبدعم محدود جدا، ولكن كان يهتم بمواهب الأطفال بالرسوم بكل الاختصاصات الموسيقية والتشكيلية وغيرها. مهرجان أو معرض رعاية المواهب كان معرض مميز، كانت مشاركة بنوعية، فوجئنا يعني أعداد المشاركين والمشاركات من أحبابنا الأطفال ومن يعني من الجنسين البنات والأولاد، وكانت هناك بصمة كبيرة حقيقة. أنا شفت لوحات رغم حضور المتأخر بسبب انشغالي، لكن شفت لوحات متميزة أيضا، شفت لوحات فيها بصمة للإبداع، وهذه البصمة يحتاج لها صقل قليل ويحتاج لها أيضا رعاية واهتمام حتى يعرف العالم أجمع من أن الفن التشكيلي في العراق الذي ولد في العراق لا زال قائم ولا زال يعني يشهد حركة كبيرة. مؤسسة عشتار من ضمن المؤسسات التي ترعى وتهتم بهذا الجانب، هذا الجانب أنا أعتقد يصنع لنا فنانين كبار في المستقبل. هذا الجانب لو ولي الاهتمام الذي يستحقه أنا أعتقد سنصل إلى مراحل متطورة في رعاية الموهوبين، خاصة إذا ما علمنا أنه كان من المفروض أو إن شاء الله ستقوم مؤسسة عشتار بهذا الدور تسويق هؤلاء الأطفال هؤلاء الموهوبين إلى المعارض الدولية والعربية. طبعا بالتأكيد نجاح هذه المؤسسة يعتمد على التنظيم والإدارة، لأنه التنظيم والإدارة هم نجاح أي عمل. طيب، الأهداف الأساسية اللي تم وضعها لهذه المؤسسة شنو هي هذه الأهداف؟ سؤال مهم جدا. أي عمل لأي منظمة لأي مؤسسة يجب أن يكون وفق برنامج مؤسساتي، يجب أن يكون وفق رؤية. أنا أعتقد أن الرؤية التي يعني يمتلكها القائمون على هذه المؤسسة أنا أعتقد رؤية احترافية، وبالتالي حققنا
تقريبا لحد هذه اللحظات ما نصبوا إليه أو ما كنا نأمله على الأقل في خلال هذه الفترة، الفترة التي شهدت نوعا من الظلامية بسبب المشاكل الأمنية والمشاكل الإرهابية ويعني محاولات النيل من العراق، تشظي شرح المجتمع العراقي بمسميات قد تزعج الآخرين، قد تصور للآخر من أن العراق يعيش عصر الظلام، لكن بالعكس العراق يشهد يعني قفزة نوعية وكبيرة في كل المجالات. لكن ظروف اللي مر بها العراق من عام 2003 ولحد هذه اللحظة أنا أعتقد حاولت من يعني تحجيم دور العراق في هذا الجانب. البرنامج الرئيسي أو الأسس الرئيسية التي قامت عليها هذه المؤسسة يعني من أهم هذه العوامل أو من أهم هذه البرامج هي رعاية الموهوبين، هي أصلا تسويق أو ترويج للفن التشكيلي العراقي، هي إقامة معارض احترافية في دول عدة. نعم. إذا تسمح لي بسؤال ومداخلة أيضا، لماذا الاهتمام تحديدا على حد سواء الفن التشكيلي في حين اليوم أنه إحنا عندنا مبدعين وموهوبين جدا، مؤسسة لها نظام معين ولها رؤية فنية ولها دراسة أيضا ممكن أنه تعنى بعدد كبير من الموهوبين، لماذا اختصيتوا بالفن التشكيلي تحديدا؟ أكرر هذا هم سؤال مهم، بس يبدو لي يعني شوية غايبة المعلومات عنكم. ترى إحنا مهرجان أو تحديداً ما تصبوا إليه في كلام حضرتك إنه تحديداً ترعون الفن التشكيلي. اسمحي لي خلي أجاوبك. طيب. يبدو لي أكو بعض المعلومات ما وصلت لكم يعني بصورة دقيقة. طيب. أولاً إحنا في مهرجان أو في معرض شرم الشيخ الدولي كان هناك أيضاً مشاركة موسيقية لبعض الفرق والفنانين الموسيقيين. معرض اسطنبول شهد حركة مسرحية مشاركة لبعض المسرحيين بعض الممثلين، وكان أصلاً المعرض افتتح اهتمام من عندنا واحترام من عندنا لرمزية الممثل افتتح من قبل الفنان مكي عواد. يعني غير المشاركة الرسمية من قبل السفارة وبعض القائمين في مجال الثقافة في تركيا، هذا يعطينا من أنه يعطي انطباع للآخر من أنه المؤسسة لا تقف عند حدود يعني فن معين من الفنون، بل هي ترعى كل المواهب، لكن محدودية يعني المجالات بهذا الخصوص أو محدودية المساحة بهذا الخصوص تجعلنا نهتم بالجانب الأهم الذي تنطلق منه مؤسسة عشتار. هي مكتوب مؤسسة عشتار للفنون التشكيلية، ولكن رعايتنا إلى الجوانب الأخرى من هذا الفن أو من هكذا فنون تأتي من اهتمامنا يعني الاهتمام الأكبر بالفنون التشكيلية. نعم. لكن أيضا تولون اهتمامكم للفنون والمواهب الأخرى تحتضنها. طبعا أولا إحنا طبعا عندنا مشاركة عربية كبيرة ودولية. نعم. يعني نعم. فنانين عرب مقيمين في دول أوروبية حضروا. نعم. والآن لو ما ظروف كورونا إحنا عندنا مهرجانات يعني بمساحات كبيرة. لا ننسى أيضا كل معرض عفوا أو كل مهرجان كان إلى بصمة معينة من ناحية الحضور، من ناحية التنظيم، من ناحية الجمهور، من ناحية اللوحات المشاركة أو الأسماء المشاركة في هكذا معارض. وبالتالي يعني اليوم مؤسسة عشتار أنا برأيي الشخصي لها دور بارز وكبير في عملية إقامة المعارض، في عملية إبراز دور الفنان وإبداع الفنان. نعم. العراقي في هذا المجال وفي غيره من المجالات. نعم. بحدود الإمكانيات اللي تسمح لنا يعني بهذا المجال. نعم. استاذ عا يعني على غرار وذكر الإمكانيات، يعني تعرف اليوم كمؤسسة ترعى الفن والفنانين بصورة عامة وترعى المواهب الفنية، اليوم الإمكانيات موجودة داخل المؤسسة حتى تنمي من قدرات الشباب؟ أحسنت، لازلت أكرر في كل سؤال أنه بالحقيقة أسئلتكم مهمة جدا وتصب في مصلحة يعني مثل عمل مثل هكذا مؤسسات. شوف احنا بالمؤسسة كل فنان يدفع اشتراكه من ناحية الفيزا الطيران من ناحية الهاتف على حساب الخاص. على حساب الخاص. جيد. المؤسسة ايضا لها واجبها برعاية والاهتمام وبتقليل النفقات أو بدفع بعض النفقات أو في دعوة بعض الفنانين والفنانات، وهذا يعني طبعا تقوم به المؤسسة من يعني من ميزانيتها الخاصة. بالمجمل بالمحصلة احنا نشهد حضور كبير جدا. جميل. احيانا يعني بيت المؤسسة يعني يشهد نوع من الزخم في عملية المشاركة والتعليق وطلب الحضور وطلب ايضا الانضمام الى هذه المؤسسة. اليوم انت لما تدخل هسه حاليا على جروب دخلوا على جروب المؤسسة راح تجد انه احنا كأنما عائلة واحدة. حتى في رعايتنا للاطفال، حتى اولياء امور المواهب المشاركة خلال المعرض الاخير يعني كانوا متفاعلين معنا بدرجة يعني اعطتنا انطباع كبير من ان هذا المشروع الا وهو رعاية الموهوبين
يعني له صدى كبير عند العراقيين وعند العوائل المهتمه بهكذا جانب. احنا نريد نطلع الطفل، عفوا خليني ابتعد بدقيقه عن مضمون سؤالك، احنا نريد نطلع الطفل من القالب التقليدي اليومي، لازم الموبايل وقاعد يقلب او صحيح. مثلا هناك يعني هناك نوع من العرقله في عمليه التربيه والدوام والمدارس وكذا، اذا نهتم بالجانب الاخر عند الطفل او ننمي الجانب الاخر عند الطفل، الموهبه. والموهبه هنا لا تقف عند حدود الفن التشكيلي صحيح. احنا ما قد نقول بس الرسم، غيرنا من الفنون المسرحيه والموسيقيه، غيرنا من المؤسسات الاخرى ترعى ايضا ترعى ايضا ذات المواهب، لكن في الجوانب الاخرى بالمحصله بالنهايه المؤسسه اليوم انا اسم يعني انظر لها لستك يعني بعنوانها بالعنوان الموجود، لكن انظر لها اشبه بالبيت الذي يتفاعل جميع اعضائه مع مشروع، يعني توجد روحيه داخل المكان جدا جدا روحيه جدا جميله. يعني انت اليوم دول تتعنى مشاركين من دول تشهد ظروف معينه، العراق يشهد ظروف، هناك نوع من يعني التحجيم للمشاركات، لكن انت يتصل بيك يقول لك انا من الجزائر اريد اشارك، يتصل بيك انا من تونس، انا من فلسطين، من قلب الحصار يتصل بيك يقول لك انا اريد اشارك. وفعلا عندنا يعني المعرض الاخير يعني عندنا دولتين غير العراق، المعرض اللي قبله في السليمانيه ايضا شهد حضور. نحن خليط متجانس من جميع شرائح المجتمع واثنياته وقومياته، عندنا معارض كردستان، عندنا معارض خارج العراق، عندنا معارض بالموصل، الموصل المهدمه من قبل داعش احنا حضرنا لها كمؤسسه وشاركنا وعملنا معرض كبير هناك، حقق نجاح كبير ايضا في بغداد. في بغداد قبل هذا المعرض كان برعايه معالي وزير الثقافه الدكتور حسن ناظم، يعني بمشاركه او بتوفير اجواء او بمعاونه مع دائره الفنون التشكيليه في الوزاره الدكتور علي عويد، الكل كان متفاعل معنا، الكل كان يشجعنا او يحفزنا على القيام بهذا الدور او يعني مواصله العمل او مواصله المسيره بهذا الخصوص. جيد جدا استاذ، يعني اليوم تتكلمت عن امكانيات تحتاج الى مردود مالي جدا عالي، يعني اليوم اتوقع ان انتم شلون رحتوا للموصل؟ اكيد عن طريق تاجيركم لاحدى السيارات او توفيركم لاحدى السيارات اللي تاخذون بها كل اعضاء هذه المؤسسه والاطفال المشاركين والموهوبين وتودهم للموصل وترعون مواهبهم وتخلون ايضا طلاب او اطفال من الموصل يشاركون بهذه المؤسسات. اريد نتكلم عن دور المؤسسات الثقافيه بدعم هذه المؤسسات وهذه المهرجانات، بالتحديد المهرجانات اللي ترعى المواهب. اليوم نشوف قلما اكو مهرجانات حقيقية، أغلب المهرجانات اللي تصير هي مهرجانات فقط إعلامية، لكن اكو مهرجانات إعلامية وحقيقية ترعى المواهب مضمون. فعلا طبعا ذات مضمون. فإحنا اليوم شنو دور المؤسسات وما هو دور المؤسسات بدعم هذه المهرجانات؟ أنا اسمح لي بس أريد أذكر نقطة نعم ذكرتها حضرتك في بداية سؤالك، من أنه ننقل للعالم إحنا والمشاركين عفوا كالأطفال، الأطفال أول معرض لهم كان هذا الأخير هذا الأخير، يعني إحنا ما نقلنا أطفال إلى الموصل أو خارج بغداد، يعني هذا أول مشاركة للأطفال هذا أول بخصوص محافظة بغداد للمواهب لا حتى من خارج بغداد نعم. إحنا نطلق الدعوة أستاذ العزيز إحنا نطلق الدعوة قبل فترة مناسبة جدا جيد لإكمال العمل ومن ثم الحضور. بعدين إذا كانت الدعوة خارج بغداد تدفع الرسوم والاشتراكات. صح المؤسسة تقوم بدور مهم طبعاً. لكن المشارك حتى يعني شلون نثبت إنه الأخ راح يشارك أو الفنان راح يشارك؟ يدفع أجور الفندق وتذكرة الطيران أو المتطلبات الأخرى، هذا هو يدفعه من يمه، احنا ما لنا علاقه، هو يعجز. واذا كان منتسب بداخل المؤسسه كلهم منتسبين داخل المؤسسه، حتى اللي يريدنا من طرف اخر عندنا لجان خاصه عندنا لجان تتابع هذه الامور، ان كان مثلا من اي دوله يريد يحضر. على فكره احنا كان عندنا على اساس مهرجان كبير وانا اخص قناه زاكروس بمعلومه مهمه جدا، احنا كنا بالاصل مخططين الى مهرجانات كبيره جدا راح نعملها مفاجاه ان شاء الله لكل المشاركين ولكل المؤسسات الاعلاميه. يعني اللي واكبت عملنا من ضمن المؤسسات والمنابر الاعلاميه قناه زاكروس غطت لنا اكثر من مهرجان دائما شاشه قناه زاكروس حاضره وداعمه لكل المواهب والمهرجانات اللي صب مصلحه المواطن والبلد. احسنت، انا هنا اتحدث عن مؤسسه عشتار انا لست معنيا بالاخرين، اتحدث عن ما يعني نشاطات مؤسسة عشتار. كان لوجود زاكروس دعم كبير أولا من حيث تسليط الضوء على المؤسسة والمشاركين والمشاركات. أريد أيضا أن أذكر نقطة مهمة جدا، إحنا في النية إن شاء الله المهرجان القادم في القاهرة سيكون قفزة
وسيكون بصمة احترافية لكل المؤسسات والمنظمات الثقافية في العالم وليس في العراق فحسب، من حيث الحضور، من حيث المشاركة، ومن حيث الدعوات التي وجهت إلى كبار الفنانين في العالم. خبر مفرح جدا. هذا طبعا هذا من يجي يعني سائل يسأل هذه يا منظمة يا مؤسسة يقولوا له من العراق، هذا اللي كان ينظر للعراق من أنه العراق مجرد يعني يغاط بالمشاكل أو يشهد نوع من الأعمال الأمنية كذا كذا فعلا. وذا بالعراق وذا بالعراق وذات الوجه المشرق في كل الأزمنة والعصور. هذا العراق باقي طبعاً. العراق ربما يمرض لكنه باقي. بغداد مدينة الفكر والأدب صحيح. والفن. وبالتالي هذا دور مؤسسات اللي حضرتك سألت ضمن سؤالك في الشق الثاني من السؤال أنه وين المنظمات الثقافية؟ شنو دورها؟ ليش ما تهتم؟ شنو دورها؟ ليش تنظر إلى الجانب الربحي؟ البعض أنا هنا لا أعمم البعض، ليش نظر إلى الجانب الربحي؟ الجانب الربحي إحنا شعارنا وين يكون؟ بالمشاركات، بالمعارض، بالعطاء، بالنشاطات المتميزة، حتى لو نخسر من جيوبنا، وكثير من المعارض راح نخسر من جيوبنا لا غير. المهم احنا ننقل، لكن لا خسارة في كل شيء يصب في مصلحة المواهب الشابة والأطفال بصورة عامة. يعني يوم تبدأ تقدمون خدمة جدا جميلة للمجتمع، يجوز يعني فنانين كبار يظلمون وما يتعرفون عليهم الناس طول يعني مسيرتهم المهنية وهم يعني متمكنين، لكن اليوم ومن خلال الاستطلاع اللي شاهدناه يا زميلتنا مريم يعني شفنا المواهب والتفاصيل مال اللوحات الموجودة، يعني بصراحة يعني تفاصيل جدا رائعة. طيب تحدثت عن المهرجان المقبل إن شاء الله اللي راح يقوم أكيد بجهودكم وجهود الناس المبدعين والخيرين، شنو هي الشروط الواجب أن تتوفر في الموهوبين تحديدا حتى يقدرون يشاركون بهذا المهرجان، وكيف هم أصلا راح يقدرون يشاركون؟ ترى نقطة أساسية ننطلق من عندها إحنا وكل المنظمات وكل المنابر، وأكيد أكو أعمار وأكيد أكو حضرتكم وضعتوا شروط معينة. نقطة الأساس وركيزة الأساس في عمل أي منظمات بكل الاختصاصات هي الموهبة. أنا لما أريد مشاركة من أطفال يكون موهوب. هذا يحب الرسم، إذا تسمحي لي بنصف دقيقة، هذا يحب الرسم، أنا دوري كمؤسسة أصقل أرعى أسوق هذا هاي الموهبة. عندنا بنوتات شاركنا بلوحات والله العظيم أكبر من عمرهن، عندنا أولاد شاركوا بلوحات موهوبين والله العظيم أنت تقف يعني تقف أمامهم عاجز من حيث يعني استغلاله للون، من حيث استثماره للظل. هذا اذا يحمل موهبه، هذا اذا يحمل فكر، وبالتالي كلمه الفن تعني الابداع. اذا ذولا مبدعين، اذا ذولا يجب على المؤسسات بمختلف العناوين والمسميات وبكل يعني الاسماء الاخرى يجب ان ترعى وتهتم بهذا الجانب. يعني انت اليوم مو بس دورك تنظر إلى الجانب المادي والاقتصادي في عملك يا أخي، هذا نعم مهم، لكن أنت فعلاً هاي حقيقة. تزرع نقطة ولبنة أساس في رعاية يعني هذا الموهوب، أنك تهتم به، أنك تسوقه، أنك تطلع على العالم أنه هذا الطفل العراقي. يعني مؤسسة عشتار مؤسسة يعني داعمة خلينا نقول مؤسسة غير ربحية رعاية. نعم يعني تمام. وهذا ما تحقق وهذا ما منجز. يعني إحنا يعني تقريباً صار لنا 10 سنوات ونيف نشتغل بهذا الجانب يعني، وفي السنوات الأخيرة نلنا يعني الجانب الرسمي، حصلنا على الموافقات الرسمية وصرنا كأي منظمة رسمية لها حقوق وعليها واجبات. لكن إحنا قبل لا نسجل أصلاً إحنا كنا قائمين بمهرجانات ومعارض، أحياناً ندفع من جيبنا كما استفد قبل لحظات، لكن أيضاً المشارك المندفع، المشارك الذي يحتاج أيضاً أن يكون هناك تسويق لعمله، يحتاج أن يكون هناك يعني رؤية أو إطلالة من العالم الآخر للفن. الفن الفلسطيني ليس قاصرا، والسوري والمصري والتونسي والعراقي. لما تيجي أنت منظمة عراقية ترعى هكذا مهرجانات في العالم، أكيد العالم الآخر ينظر لك بغير منظار، أكيد العالم راح يبقى يعني عينه مسلطة على يعني جمال الفن العراقي وإبداعات الفن العراقي والمواهب. خلينا نتحدث أيضا من جانب آخر، اللجان اللي توجد داخل المؤسسة حتى تقيم المبدعين، مبدعين بلادنا والموهوبين، على أي أساس تم تقييمهم؟ فقط مجرد أن تشاهدون لوحاتهم، أو مثلا ممكن أنه يملك الموهبة بس ما عنده الإبداع وبعد ما ساق الموهبة الكافية، أكو من يدربه ويحفزه ويسقل لموهبته؟ يعني إحنا بطبيعة المشاركات حقيقة نقف عند نقطة مهمة جدا. طيب اللي جاي مثلا بالنسبة لمعرضنا الأخير مال الأطفال الموهوبين، اللي جاي أكيد عنده أسس أو بذرات الموهبة أكيد. احنا نحاول ان نوفر له بيئه مثلا خلال المشاركات
خلال ما نطرحه من رؤى أو ما نطرحه من بعض التفاصيل نقول تحتب هذا الجانب. عندنا أساتذة مختصين، عندنا فنانين تشكيليين معروفين مثل الأستاذ عياد فيصل وغيره وغيره من الفنانين. هؤلاء لهم دور كبير يعني في حقيقة في يعني توجيه المواهب إلى الطريق الصحيح أو في رعاية المواهب أو في تنمية هذه المواهب بالطريقة التي يعني الأكاديمية والمهنية التي تصنع من هذه الموهبة فنان مستقبل هذا. يعني أنا قلت لكم قبل لحظات المعرض والله كان شهد لوحات جميلة جدا ولوحات يعني بصراحة فيها بصمة إبداعية وفيها بصمة احترافية. هذا بس نسوق للعالم الآخر أنا متأكد أنه سينال أعلى الجوائز. أنا متأكد بعض الموهوبين اللي شاركوا بس نأخذ المعارض أخرى سينال جوائز كبيرة وسيلقى رعاية واهتمام كبيرين من قبل المنظمات الدولية. جيد جدا أستاذ العزيز. يعني بسؤال أخير، أنتو برعاية الفنون التشكيلية وأيضا أكو مؤسسات أخرى ترعى باقي المفاصل الفنية، يرعون كل الفنون بس الفنون التشكيلية بها أربعة أفرع. اليوم إحنا شفنا مهرجان فقط لي خلينا نقول تخصص الرسم، لكن فن هناك التشكيلي. فن التشكيلي هناك بفن الخزف، النحت، الجرافيك، ونصل إلى فن الرسم. أيعقل بالأيام القادمة أن نشوف يعني مهرجانات بخصوص فن الخزف وفن النحت وفن الجرافيك الذي يعتبر من الفنون الحديثة؟ ترى هذا ما يرجعني مرة ثانية إنه ما عندكم معلومات كاملة. إحنا مو عن معلومات الكاملة، لا شوف إحنا دائما نحب إن نتأكد من كل المعلومات. اسمحوا لي شوي. طبعا أصلا معرض وزارة الثقافة شهد مشاركة الفنانين الفنون الأخرى بالخزف وبالنحت، لذلك احنا لم نقف عند حدود الفن التشكيلي. صار الخبر مؤكد. نعم، وانا اتمنى ان شاء الله راح نرسل لكم يعني في التقرير معين عن طبعاً. عن معرض وزارة الثقافة برعاية السيد الوزير ايضا بمشاركات في النحت، في الخزف، في بعض الاعمال اليدوية الاخرى. وبالتالي نحن لا نقف، مؤسسة عشتار خذوها من عندي لا تقف عند حدود معينة في رعاية هذا الفن او ذا دون الفن دون يعني جوانب الفنون الاخرى. احنا مستمرين، لكن الظروف كورونا ترى حدت وقيدت الجميع، لكن إن شاء الله احنا نوعدكم راح يكون إن معارض التي تشهد بصمة دولية باسم العراق إن شاء الله. أولا وأخيرا، ونحن لا نقف يعني اعطونا شوية دقيقة سيد المخرج، اعطينا دقيقة طبعا. نحن لن نقف عند حدود يعني بيئة اجتماعية معينة أو طائفة معينة أو قومية معينة. أبوابنا مفتوحة للجميع، هذا ما أكده أخي وصديقي أستاذ باقر نعم علوان رئيس المؤسسة وكل العاملين في هذه المؤسسة بمختلف المشارب والأثنيات. نحن نؤمن أن الفن رسالة، وبالتالي مثل هكذا رسالة هي أمانة عند الفنانين، ومثل ما عندكم الأمانة الإعلامية مثل ما عندي الإعلام الأمانة في جانب معين. بالمجمل بالنهاية إحنا اليوم واجبنا أنه نسلط الضوء يعني على هذا الفن وعلى العراق وعلى الحضارة وعلى الفنون العراقية. العراق بلد المبدعين، يعني العراق بلد الفكر والأدب كما أسلفت قبل لحظات، وعلينا أن نسلط الضوء أو نخلي العالم يعرف أن العراق لا زال حي يرزق بكامل قواه. طبعا شكرا لحضورك، لكن توعدنا أيضا بالأيام القادمة إن شاء الله مثل ما وعدت أنه راح تقيمون مهرجانات بحضور مبدعين بلادنا وموهوبين، نستضيفهم ونشوف إبداعهم على الجو، وأكيد إحنا نكون داعمين أساسيين لهم. بالتأكيد ست هيفاء الحسيني دائما حريصة على دعم المواهب كافة. شكرا لك من جديد وكل التوفيق. شكرا على هذه الطاقة الإيجابية والأمل اللي انطيتنا اياه للفن العراقي. شكرا. اولا انا نسيت اشكر يعني زميلتي ست هيفاء، تحياتي وابارك لها على هذه الجهود وهذا الفريق المتجانس والاحترافي وهذه التغطية. وهذا ليس بغريب عن ست هيفاء يعني زميلتي وعن كل الحضور والعاملين في هذه المؤسسة. نوعدكم أيضا تنحونا وقت معين حتى نحضر لكم بعض المواهب لو رغبتم أو فنانين واحترافيين حضراتكم إذا تحبون أيضا إحنا نتعهد نجيب لكم يعني مجموعة منهم ونحضرون أمام الكاميرا وأمام الإعلام. شكرا لك وشكرا لتفانيكم في الأمر. شكرا لك أستاذ. شكرا لكم. نعم مشاهدين الكرام، حنكون مستمرين وياكم بمشوار فقراتنا لكن بعد هذا الفاصل.